8 ايام بفرقه زي دي. اشكركم فعلا على المجهود، انتوا عملتوا مجهود النهارده، مجهود كبير. تخسر المرتديد 1-0 برضه مش هتعيبك، احنا خرجنا خرجنا بس خرجنا من فرقه ممكن تاخد المدينه. ما تشغلش بالك باي حاجه، اهم حاجه عمر المنتخب اليوم انتهى. ما تفتقدش اصحابك وصداقاتك وحاجتك اللي انت فيها، لان اللي انت فيها دي لو واحد كلم واحد ولا اي حاجه، اي حد كان فيه كلام الماتش شغال انساه. خلاص ما كسبناش، بنحافظ على بعض كأسرة كمجموعة. مش أنا بقى نقول بس لو كنا لعبنا فلان أو عملنا فلان أو جبنا فلان أو أي حاجة، أنتوا أديتم مقاتلين لآخر سنة، ولآخر سنة كنا ممكن نتعادل وبرضه كنا ممكن نخش فينا جوان تاني، لكن الحمد لله أديتم بشكل إيجابي. أنتوا دلوقتي بقيتوا عناصر المنتخب الأول، ربنا يكرمكم، حافظوا على بعض زي ما قلت. حاجه بس قبل الماتش اللي فات قلت لكم ان انتوا جيل، اوعوا تخسروا بعض عشان خاطر اي نتيجه، اوعوا تخسروا بعض كصحاب بره الملعب وجوه الملعب. الحاجات دي هي اللي بتبقى الكوره مش باقيه، الكوره مش باقيه. احنا هنفضل لحد اخر العمر صحاب، وانا بتشرف ان انا كنت معاكم. بشكر الكابتن شاوي وجهازه كله واللعيبه على المساعده اللي هم ساعدوها لنا ان احنا نقدر نقضي الشهر اللي احنا قضيناه مع بعض كويس بالنيابه عن الشناوي الونش. انا بشكركم جدا جدا، وكان نفسنا ان احنا نساعدكم اكتر من كده، واحنا حسينا ان احنا في الفرقه دي بقالنا كتير. وبتاسف لو حد فينا قصر في اي حاجه، وانا يعني انا مبسوط اني كنت معاك جدا يعني، وان شاء الله ان شاء الله يا كابتن. والله يا كابتن يعني ربنا يعلم يعني، عشان ما حدش يفهم اي حاجه. يوم ما جينا اتجمعنا وجبنا حجازي وقعد حجازي مع رمضان، كانت كلمه حجازي رمضان لو صعدنا لدور الثمانيه انت هتبقى كابتن المنتخب في الماتش ده. وقعدوا بقى ينال الماتش ده ومش الماتش ده، لكن قال له كده في اول مره وبلغني. قلت له ده موضوع امر داخلي بينكم وبين بعض، احنا ما احناش طرف فيه خالص. وجالي كابتن حجازي النهارده قال لي انا على رتبتي عايز رمضان يبقى هو الكابتن. كابتن انا زي ما قلت لك، ودي حاجه انا بحترمها فيه. احنا كنا جايين من اول يوم جايين نساعد، واحنا ما جايين نخلي نفس الروح اللي موجوده في الفرقه. انتوا كلكم خط صغيرين، يمكن لو انا امبارح اتكلمت مع اي حد عشان خاطر اي حاجه يعني معلش برضو سامحني واستحملني، وانا فخور ان انا كنت معاكم. شكرا. حاجه بس قبل الماتش اللي فات قلت لكم ان انتوا جيل، اوعوا تخسروا بعض عشان خاطر اي نتيجه، اوعوا تخسروا بعض كصحاب بره الملعب وجوه الملعب. الحاجات دي هي اللي بتبقى الكوره مش باقيه، الكوره مش باقيه. احنا هنفضل لحد اخر العمر صحاب.